وينضم إلينا من لندن السيد عارف نصر الباحث في الشؤون الإيرانية. سيد عارف، أهلا بك على شاشة الغد. البحرية البريطانية صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في مياه مياه الدولية في خليج عمان. كيف تقرؤون هكذا تصريح؟ الواقع، أولا تحياتي لكم ولمشاهديكم. الواقع يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الاستراتيجية التي ينتهجها النظام الإيراني تعتمد على القوى الغير مماثلة، بمعنى أن القوى الغير مماثلة إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعتمد على الطائرات وعلى التقنية الحديثة، هي تعتمد على تسليح الميليشيات وربما على الصواريخ الباليستية لتحقيق التوازن الإقليمي، وبالتالي فيما يبدو بأن هذه التحركات الإيرانية هي استمرار إلى هذه الحرب على الصعيد العسكري، وخاصة ونحن على أعتاب جلسة مجلس الحكام التي من المقرر أن يناقش تفعيل آلية الزناد فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. لذلك غراءتي إلى هذه الأحداث على أن إيران ربما تتوقع أن يكون هنالك إجماع دولي يتصدى إلى برنامجها النووي، وهي تحاول أن تعزز ربما مغاربتها التي أسلفت، وهي المغاربة الغير القوة غير مماثلة. تعزيز هذه القوة الإيرانية لمن؟ يعني لمن كانت توجه هذه الأسلحة برأيكم؟ يعني الواقع بأن هذا من المعروف بأن إيران تسلح جميع ميليشياتها، وبالتحديد تلك التي تخرج من الموانئ في جنوب إيران تتوجه إلى اليمن والحوثيين بالتحديد لربما استهداف دول الخليج وكذلك حتى المصالح العالمية والملاحة الدولية والغوارب الأمريكية والإسرائيلية. وخلال الأيام السابقة والأسابيع الماضية نحن شاهدنا عدة استهدافات تعرضت لها سفن تجارية إسرائيل. طيب، يعني هذه العملية ليست الأولى سيد عارف، ووفقا للمعطيات ليست الأخيرة. أليس بهكذا عمليات ربما تتصاعد حدة الانتقادات إلى إيران، ما يضر الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الغربية؟ الواقع أن النظام الإيراني لا يكترث كثيراً إلى الانتقادات الدولية الموجهة إليه، ذلك أنه الآن يعني باتت تتصرف كأنها دولة مارغة. الخيارات التي أمام النظام الإيراني قليلة جداً، هي إما أن تصغي إلى القرارات الدولية خاصة بملفها النووي وتغيير سلوكها، وإما أن تستمر بهذا النهج الذي دأبت عليه طوال العقود الأربعة الماضية بأشكال متفاوتة ووتيرة مختلفة. أعتقد بأن النظام الإيراني في ظل ربما التوجهات التي يرسمها المرشد الإيراني لا يزال يصر على نهجه القديم، وأعتقد بأن لا تغيير جذري بهذا التحرك حتى الآن. السيد عارف نصر الباحث في الشؤون الإيرانية كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا.